قد يجتبي وفي هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للقاء البكار المحليات الأصايل. انتهينا من الجولة الأولى، بدينا الجولة الثانية بانطلاقة هذا الشوط المخصص للقاء البكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 4 كيلومتر، رافقكم طول المسافة للمراكز العشرة الأوائل والتغييرات حتى خط النهاية. وأرى الآن في المركز الأول هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثاني، المركز الثاني سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن لاحد الهاجري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شواهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع بن صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس، المركز السادس الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز الثامن، ناخذ اللي في المركز الثامن. وفي المركز الثامن المركز الثامن نشوف وناخذ المركز الثامن، غيرت الى المركز السابع في هذه اللحظات الشاهينيه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقياده المضمر يمعة بن خميس القويص. وفي المركز التاسع، المركز التاسع الشايبه لسمو الشيخ المر بن مكتوم لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقياده المضمر سعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز العاشر زعفرانه لهجن العاصمه بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شعار هجن العاصفة على ظهر شواهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني بن صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث زعفرانة، في المركز الثالث زعفرانة تغير من المركز الثاني إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. زعفرانة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع جميلة 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 الجميلات موجودة في هذا الشوط، تغير من الرابع إلى الثالث إلى الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة، شفت شنبة طائرة على فوق شنه يبعيد ماضيه، طارش من مبارك بالقبع يتولى التضمير والأداء والمناداة على جميله اللي في المركز الثاني. المركز الخامس، المركز الخامس الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، تغير إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. وفي المركز الخامس من الجانب الثاني، من الجانب الثاني أرى الآن النصيبة، النصيبة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، تغير وتنتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس هنا سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. وفي المركز السابع، المركز السابع من الجانب الثاني الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر يمعة بن خميس الغويص. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أرى النصيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز العاشر سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عمر بن مطر بن لاعج الهاجري. وخلونا مع مقدمة هذا الشوط مع شواهين، شواهين مسيطرة سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. ها هي شواهين تشاهدونها على شاشة التلفزيون ترقص على أرضية هذا الميدان.
الميدان بدون أي أوامر، تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية العناية التامة السيد حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله على داعش شواهين، ذكروا الله وقولوا ما شاء الله على هذا العرض الطيب الذي تقدمه شواهين. ترقص على أرضية هذا الميدان، طير طاير على أرضية هذا الميدان. ها هي شواهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تنفرد انفراد كامل، انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط كما عودنا. هذا الشعار دائما ينفرد بالمركز الأول ولا يضع إلا على ظهر سبوق. يا سلام يا سلام يا شواهين، تغترم من خط النهاية، تغترم من المنصة الرئيسية وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدي الجتبي النصيبة في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان، ورايد المكتوم المركز الثالث زعفرانة لهجن العاصفة وفي المركز الرابع. المركز الرابع بن صوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس الكبسولة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. التوقيت الزمني من مخرجنا ساعة وصول شواهين إلى خط النهاية بعدما احتلت المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطعة مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 12 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني، كان من نصيب النصيبة، قاطعة مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 14 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر عتيج بن